في الردود الفعل كانت اكتر من رائعه، وكانت فوق المتوقع بكتير، وكانت ما كناش نحلم بربعها يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني، الفيلم عمل شغل كويس قوي قوي فوق المتوقع يعني. الفيلم نفسه زي ما قلت لك كل مشاهده كانت صعبه، لان ده كان فيلم بيتكلم عن الستات سيطرت على المجتمع، فانت اي شارع هتطور فيه لازم تقلبه وتخلي عدد الستات فيه اكتر من الرجاله، وتخليهم لابسين لبس غير اللي بيلبسوه دلوقتي، وتخليه شكله مختلف، وتغير رقعة المحلات، وتغير الاعلانات، وتغير كل شكل الشارع، وتقول كلام طبعا الناس اللي واقفه تسمعه كلام مقلوب يعني، بنت بتقول كلام الولد، الولد بتقول كلام البنت، كانت حاجه اوريدي مقلوبه ومختلفه وغريبه، فده كان صعب تصويره. فانا ما اقدرش اقول لك مشهد واحد او لا، هو مشهد كتير جدا. والله انا ما بحبش احمل الافلام يعني، تدخل فيلم عشان تستمتع وتقضي وقت كويس وتشوف حاجه تحترم عقلك وتشوف حاجه تستمتع بيها وتمتعك، فمش عايز احمله يعني، بحب اسيب الحته دي دايما للجمهور. انت مطلع ان البنت دي هي اللي خدت منصب الراجل، فانت مبدئيا البنات اللي الطريقه اللي بتتكلم بيها دي غير طريقه الرجال، فاهمني؟ فانت ما ينفعش بنت تقدر دي، ومش والبنات لما تشوف الفيلم ده مش هتبقى رجاله، بالعكس يعني هتطلع فاهم ان ده مش صحيح انها تاخد دور الراجل، لان لك الاول خالي كل واحد يعني بوظائف معينه وبواجبات معينه وحقوق معينه وعليه حاجات وليه حاجات، فما ينفعش ان اي حد ياخد دور الثانيه. والله انا بحضر فيلم كبير، فيلم مفاجاه بكل مقاييسه، فيلم بيدور في اطار يعني جديد، ولوكيشن ما حدش صور فيه في العالم كله يعني، في امريكا وهيتنا. ففيلم ان شاء الله هيبقى من اهم افلام السنه الجايه ان شاء الله. لا 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 ده مفاجاه، كل الحاجات دي مفاجاه. مش هيبقى شعبي، لا انا ان مش عارف يعني، انا ما بحبش تصنيف زي ما لك ده فيلم شعبي، مش عارف اسمه فيلم شعبي وفيلم شيك، انا قصدي انا ما بحبش تصنيف الحاجات، ما بحبش اقول مثلا ده فيلم شعبي، انت فاهم يعني؟ طب ما احنا عندنا كان اغنيه مثلا شعبيه، او انا كنت طالع في الفيلم ولد من حاره شعبيه، هل معنى ذلك ان انا فيلم شعبي؟ فاهم؟ احنا مصري المصريين هم اللي بيطلعوا الاقاويل دي، ما فيش حاجه اسمها كده، فيلم عمرها فيلم اكشن، فيلم كوميدي، فيلم رومانسي، فيلم رومانتك كوميدي، فيلم رعب، فيلم خيال علمي، يعني ما فيش حاجه اسمها فيلم شعبي يعني، انت فاهم؟ يعني دي تصنيفه غريبه جدا، ولكن ابتدت تظهر عندنا، ولكن انا لا يعني الفيلم الجاي مش فيلم شايف الافلام الشعبيه اللي موجوده كانت في افلام العيد بتاثر بطريقه سلبيه على ثقافه المجتمع. مش ما هي ما لهاش علاقه لانها افلام شعبيه يعني، انت ممكن تحط فيلم شعبي راقي جدا وحلو جدا وفي بيحترم عقل الناس وفني وكل حاجه، وفي سينما وفي يعني حاجات كتير، انما الفكره ان يمكن بعض الافلام نوعيتها استسهالها اسفافها اثر يعني الاسقاطات الجنسيه اللي فيها واللفظيه بالظبط يعني. انا شايف ان احنا مش يعني مش ضد تقديم اي نوع من اي فيلم، اي مبدع عنده وجهه نظر عايز يقدمها في خلال فيلم هو حر تماما انه يعمل ما بدله فيه ويقدم ما يحلو ليه، طالما ما بيقدمه بدون اسفاف وابتذال وبدون يعني، لو بيقدمه وهو بيحترم عقل الناس من حقه يقدم فيلم شعبي زي ما كان يسميه بقى. انا مش يعني مش مع ان يبقى كل الافلام كده يعني، فاهم يعني؟ انا ضد فكره ان احنا نبقى مصر متلخصه في انها بتقدم افلام عن البلطجه والرقص الشرقي والغنى الشعبي، دي اللي انا ضده، لكن مش ضد تقديم الحاجات دي، لا قدموها، ولكن قدموا قدامها افلام ثانيه لنوعيات ثانيه لشرائح ثانيه من الجمهور يعني. احنا بلد 90 مليون دلوقتي، هل كلنا بلطجيه؟ لا، انت فاهم؟ فما تقدمليش كل افلام عن البلطجه، قدم فيلم عن البلطجه مش مشكله لو انت عايز تعمله، ولكن قدم افلام ثانيه قصاده على بقيه الحاجات، على مواضيع مختلفه، على جنرات مختلفه، ثقافه جمهور مختلفه، انت فاهم؟ مصر مش جمهور وسط البلد، مع احترامي الكبير لجمهور وسط البلد اللي هو من اهم الشرائح في جمهور مصر، ولكن مصر مش كله في وسط البلد، لا في جمهور تاني بقية مصر كلها بيحب نوعية أفلام مختلفة. يمكن جمهور وسط البلد بيحب نوعية الأفلام دي، حقه هو حر. وفي نوعية أفلام، في جمهور تاني في مولات، في غير مولات، في مناطق أخرى، في أقاليم، بيحب نوعية أفلام تانية، ما يناسبهمش النوعية دي مثلا، فقدم لدول ده وقدم للناس تانية حاجة تانية. ما فرقش على الجمهور ما بقاش ده، مش هبقى محور حياتي فئه معينه من الجمهور اللي بعمل لها افلام وخلاص والباقيين بالظبط يعني، وما اقولش اللي مش عاجبه ما يخشش يتفرج على الفيلم، لان انا بقدم حاجه للجمهور يعني. ما فيش حاجه اسمها ماشي، ما هو اللي مش عاجبه ما يخشش، ما هو انا مش عارف اسمها تخش، هو اسمها لو مش عاجبك خش فيلم تاني، طب فين الفيلم التاني؟ بالظبط، قدمه لي وانا اخش الفيلم التاني. انت فتحت التلفزيون قدمت مثلا برامج كامله
عن موضوع معين، يقول لك ايه لو مش عاجبه موضوعي ما يشوفنيش. هل تؤيد فكرة ترشيح الفريق فتحي السيسي رئيسا للجمهورية؟ والله لو راجل يصلح وهيعدي بالبلد ويوصلها لبر الامان طبعا على عيني وراسي، ايا كان مين اللي يترشح لرئاسة مصر لو يصلح انه يخلي مصر دولة كبيرة ويحصل فيها من اللي هي فيه هنشيله فوق دماغنا. انا مش ضد ايا كان مين، طبعا فريق السيسي فوق دماغ، يعني لو عايز يعمل كده يعني لو